ايه مصطفي، شو عم يصير ببيتي من ورا ظهري؟ أعوذ بالله، شو عم بيصير؟ شو عم بيصير ما؟ بهي شبه المغضوبة، شبه ما؟ مالك حاسة على شيء؟ المخلوقة مخستكة ومصفرة وتعبانة وانتي لا حس ولا خبر. ما حسيت عليها ابن عمي؟ ها، ومنين بدك تحسي عليها وانتي عم تعبليها هيك؟ لك يا أم صافر، بكل حالة الضبع ما حدا عنده خدامة غيرك، بس لازم تتذكري انه الخدامة كمان بشر، يعني سبرة بسبرنا. واللي خلق المخاليق بحسبها مثل بنتي نعمة؟ مثل نعمة؟ ايه مثل نعمة. فاطمة، في ربي حاسب، تذكري هالحكي. شو؟ ذكرك نحن شو اشتغلنا بحلب لحتى صار معنا عملة، ولا ضب هالسيرة؟ خلص ابن عمي، فهمت عليك، والله فهمت عليك. بس شو؟ يعني انك تضربه هيك لظافر والله مو حلوة. ايه لا، حلوة ونص، لازم يتعلم الأصول. أم ظافر، اوعك المصاري تنسيكي عاداتنا ووصولنا. أمرك ابن عمي. يلا روحي ساوي لي لقمة أكل لريح. لا حول ولا قوة إلا بالله.